السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 15 نوفمبر 2023. بداية من مؤشر الدولار الأمريكي الذي سجل تراجعات قوية إلى مستويات 104.15، وذلك بعد بيانات التضخم الصادرة بالأمس والتي أظهرت تباطؤ معدلات التضخم بأكثر من المتوقع مسجلا 3.20 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي. تلك القراءة تعتبر قراءة متدنية جدا مقارنة بالتوقعات والقراءات السابقة، حيث سجل التضخم تباطؤ مدعوما بتراجع أسعار الوقود وأسعار السيارات وأسعار الإيجارات. وتلك القراءة أيضا هي قراءة مشجعة للفيدرالي الأمريكي للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم 13 ديسمبر. الأسواق حاليا تسعر بنسبة 99% أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.5%. أيضا أدت تلك القراءات لبيانات التضخم إلى تراجع عوائد السندات الآجلة لعشرة أعوام، والتي أيضا ترتبط بشكل واضح لتوقعات مسار معدلات الفائدة. النسب الحالية هي 4.43، وهي النسبة الأدنى منذ منتصف سبتمبر 2023، وبالتالي شهدنا تراجعات قوية للدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي تراجعه خلال الأسبوع الجاري. مستويات 103 هي مستويات مستهدفة على المدى القصير، والتصحيح قد يواجه مقاومة عند مستويات 104.85، ولذلك يجب استغلال أيضا ارتفاعات الدولار لبناء تمركزات بيعية. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار وعلى الإطار الزمني اليومي، من المتوقع أن يتم اختبار مستوى فيبوناتشي 61.8 قرابة المستويات 1.0962. أيضا أي تراجعات لليورو دولار يتم استغلالها لبناء تمركزات شرائية، وعمليات جني الأرباح يجب أن تتم قرابة مستويات فيبوناتشي، وعمليات وقف الخسارة على المدى الطويل يجب أن تتم قرابة مستويات 645. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، بالرغم من مجيء معدلات التضخم أدنى من المتوقع اليوم عند 4.16 نقطة مئوية، إلا أن التباطؤ في معدلات التضخم تباطؤ طفيف ولا يزال يدعم انقسام أعضاء بنك إنجلترا في قراراتهم فيما يتعلق بمعدلات الفائدة. يذكر أن بنك إنجلترا قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير، ولكن استقرار معدلات التضخم عند المستويات الحالية تزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطن البريطاني، وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي. وقد نشهد أيضا تصحيح للسترليني دولار على مدار اليوم قرابة مستوى الدعم 1.0424، على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في حال تكون قاع، ولذلك يجب مراقبة تكون أي قاعان على الإطارات الزمنية الصغيرة مثل الإطار الزمني الساعة. في حال كون قاع قرابة هذا المستوى يجب الشراء مرة أخرى إلى مستويات 1.25، أما في حال كسر مستويات 1.24 قد يواصل الاسترليني دولار التصحيح الهابط إلى المستويات 50 فيبوناتشي قرابة مستويات 1.2347. انتقالا إلى تداولات الدولار ين، ومع تقلص الفارق بين عائدات السندات اليابانية والأمريكية الآجلة لعشرة أعوام، من المتوقع أن يوصل الدولار ين تراجعه إلى مستويات 149. وقف الخسارة لأي عمليات بيع يجب أن يتم عند مستويات 152، ويفضل أيضا استغلال الارتفاعات للبيع. وانتقالا إلى أسعار الذهب، استفاد الذهب من تراجع الدولار الأمريكي وأيضا تباطؤ معدلات التضخم، ولكن المستويات الحالية يجب مراقبة أيضا تكون أي قمم عند مستويات 1970 دولار للأونصة، خاصة أن لدينا نموذج رأس وكتفين مقلوب على الإطار الزمني الساعة قد يدعم المزيد من الارتفاع. ولذلك عملية البيع يجب أن تتم بكسر مستويات 1960. كسر مستويات 1960 سيدفع الذهب مرة أخرى إلى مستويات 1945. وبالنسبة لتداولات أسعار النفط، بالرغم من الارتفاعات التي سجلها النفط بالأمس، إلا أننا نستغل أي ارتفاعات لبناء تمركزات بيعية والشراء فقط للمضاربة، وذلك مع تخوف الأسواق من ضعف معدلات الطلب خلال عام 2024، وذلك مع تزايد مخاوف الركود مع استقرار معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة. ولذلك كسر خط الاتجاه الإطار الزمني الساعة قرابة مستويات 77 دولار للبرميل سيدفع الأسعار إلى مستويات 76، ومنها إلى مستويات 75 دولار للبرميل.
أما بالنسبة للمؤشرات الأمريكية فمن المتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات بعد بيانات التضخم السلبية والتي تدعم فكرة أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض لمعدلات الفائدة خلال عام 2024، ولذلك من المتوقع أن نسجل مستويات جديدة مرتفعة للمؤشرات الأمريكية، سواء مؤشر الداو جونز باستهداف مستوى 35,000 أو مستويات الناسداك قرب مستويات 16,000 خلال الأسابيع القادمة. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.